السلام عليكم، اسمي دكتورة فدوى ملياني، اختصاصية في الأمراض الجلدية والطب التجميلي والتغذية. قريت في جامعة الطب والصيدلة بالدار البيضاء. من بعد كانت الدراسة ديالي في بن رشد، في مستشفى ابن رشد. دوزت 3 سنين من بعد في داكار السنغال باش نقرا على الطب الجلدي عند البشره السمراء والامراض المتنقله جنسيا. من بعد حليت العياده الخاصه في سلميه جوج سباته في 2005. دوزت 10 سنين تما. تنشكر الناس ديال سباته اللي شجعوني بزاف. من بعد مشيت لشارع القدس وجيت هنايا في الوازيس، حيت حنايا تشاركنا كطاقم باش نجيبوا آلات الليزر، حيت تعرفت بالليزر وتعجبني الليزر. الليزر لإزالة الشعر، الليزر لإزالة الندوب ولا تقابيد الحبوب ولا لي سيكاتريس، الليزر لإزالة الوشم، التنحيف، آلات ديال التنحيف. الدبلومات اللي حصلت عليها مورا الطب الجلدي هو درت عامين ديال الطب التجميلي، عامين ديال الطب التغذية، ومن بعد عامين ديال الطب النفسي، لأن كاين علاقة وطيدة ما بين الأمراض الجلدية والنفسية والتغذية مرتبطين. شكرا. كان مواضيع متعدده، وتنشكر الاعلام، تنشكر الاعلام اللي تاح لي الفرصه انني نهضر على المهنه ديالي اللي تنبغيها بزاف، ونقربوا بعض المعلومات للشعب، معلومات اللي للاسف ما تنهضروش عليها بزاف، واللي تيكون بزاف ديال الملابسات في الذهن ديال الناس، منهم ازاله الشعر بالليزر انه ماشي غير تجميلي ولكن طبي ايضا. بعض الاحيان تيكون ولا أغلبية الأحيان تيكون مشاكل هرمونية عند المرأة، وتيكون عندها شعر زائد في الوجه وتشكل لها مشكل نفسي. يعني بزاف ديال العائلات ما تيقدروش يتزوجوا لأنه عندهم شعر في الوجه، مشكل نفسي واجتماعي. دونك فسرنا شنو هو الليزر لإزالة الشعر. بزاف الناس يسحب لهم واش خطير، هضرنا أنه ما خطيرش على الصحة، شنو التعريف ديالو. بزاف الناس يسحب لهم أنه تيدار غير في البرد ماشي في الصيف، أن البشرة السمراء ما تقدرش ديرو. هادو معلومات خاطئة اللي فسرنا الناحية الطبية. هضرنا على شنو هو الليزر الكربوني اللي تنسميوه حنايا سي او دو فراكسيوني. بزاف الناس ما تيعرفوش شنو هو ولا شي صلاح. ليزر لإزالة الوشم. هضرنا على أمراض جلدية محضة بحال تساقط الشعر، حب الشباب، الكلف، أمراض جلدية اللي هي من الاختصاص ديالي. التغذية أيضا، التغذية، شنو علاقة النفسية بالأمراض الجلدية، منها البراس، منها الثعلبة، الصدفية، الإكزيما الدهنية، الفرق ما بين الفطريات، الصبانة والإكزيما. يعني هادو مشاكل جلدية معاشة يوميا مع المريض. أنت تنتمين إلى عائلة أخرى، فالأب هو مبدئ وصالح ومن صناع الكلمة في هذا البلد، والأم تحمل رسالة تربوية. هل كان لهذه البيئة وهذا المحيط تأثير على تكوين شخصيتك؟ أكيد أكيد، فاش تكون بنت الأساتذة ضروري اللغة العربية تبقى الحب ديالك. اللقاءات اللي كانوا في الإذاعة ولا في التلفزة دائما تنحاول نهضر باللغة العربية، وسورتو بالدارجة، خصوصا بالدارجة، باش تقرب الطب الجلدي والطب التجميلي للشعب المغربي اللي حنا لأننا مغاربة. وتنحيي جميع الأساتذة، لأن الدور ديال الأستاذ دور كبير كبير. ميمكنش تكون طبيب بدون ما تكون تتحترم الأستاذ. الأساتذة ديالنا هي في الصغر ديالنا ولا في الأساتذة اللي قراونا. الدكتورة فدوى ملياني، من خلال المسار ديالك أنت يعني قطعتي محطات معينة بالتدرج، تألقتي في المجال ديالك على مستوى الأفق. ما هي المشاريع المستقبلية إن شاء الله؟ ان شاء الله في هذه العياده الجديده، في هذه المصحه، تنتمنى
وان شاء الله تنوعدوا الناس اننا نجيبوا اخر المستجدات باش نحمروا وجهنا كمغاربه باش نخدموا الناس اللي تقوا فينا، حيت بدون ثقه الناس ما غاديش ما يمكنش توصل للدرجات اللي حلمتي بها. كاين الحلم بطبيعه الحال، تحقيق الاهداف تتبدا بالاحلام. وهنا تنشجع جميع الناس انهم كيف ما كانت الظروف ديالهم كيف ما كان الوسط ديالهم انهم يثقوا في الحلم ديالهم. القرايه، الجديه، ثقه الناس، تشجيع الناس هي احسن حاجه الا بغيتي توصل. وباذن الله غادي نجيبوا احسن الالات باش نوليو ماشي تنافسوا، ولكن المنافسه ما تبغيش هذه الكلمه ديال المنافسه، ولكن باش نكونوا بحالنا بحال الاخوان ديالنا بحال الاطباء اللي في الخارج. ايوا السؤال الاخير في شقين، الشق الاول يتعلق بانك تشتغلين داك الذي مصحه مع الفريق، كيف جاءت فكره الاشتغال مع الفريق؟ والشق الثاني يتعلق باسم المصحه ار كليك، يعني له دلاله وله رمزيه فنيه ابداعيه، يعني كيف تم اختيار هذا الاسم؟ طب تجميلي كاين ناحيه طبيه وكاين التجميل، الا ما كانش عندك حس الفن ما غاديش تفنن في العمل ديالك. الفن جد 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 ضروري. اذا الطبيب فاش يكون عنده واحد الناحيه فنيه تقدر يبدع. كلمه ابداع بغينا نعطيو للناس، الطب هو الابداع. الفريق اي انسان بغى ينجح خاصو يخدم كفريق. اخيرا بغيتك تعلقي لي على واحد الكلمه اللي هي ان الله جميل يحب الجمال. ان الله جميل ويحب الجمال، جمال روحي، جمال جسمي، وجمال التفكير، تأفكارنا ما ننساوش جمال الافكار، ان الافكار الايجابيه تتنعكس على الحياه ديال الانسان. يعني نفكروا مزيان، نتهلاو في راسنا، انا عندي شعار اشتاق تهلاو في راسك، نتهلاو في راسنا في لاباج انستغرام ديالي سي تهلا في راسك، اشتاق تهلا في راسك. الا ما تهليتيش في راسك ما كاينش اللي غيتهلا فيها من غيرك. تهلا في راسك في الجلد ديالك، شعرك كطب جلدي وتجميلي، مي تهلا في افكارك وتهلا في التغذيه ديالك. وربي المعين. لا سؤال اخر ربما ندوزو على حسب في هذه الرحله ديال النجاح، رافقك يرافقك واحد العديد من الاشخاص، من ضمن هذه الاشخاص الزوج. الزوج تنشكرو بزاف، الام تنشكرها بزاف، الساده غزاله، الاب ايضا. الا ما كانتش مسانده في العائله ضروري مساندة العائلة، تتحس بثقة أكثر، وخصوصا مساندة الناس ليا. ونتمنى لك التوفيق، ونتمنى أن نرى الدكتورة دجوة الملياني ماشي على المستوى الوطني، على المستوى الدولي إن شاء الله. الله يحفظك والله يقدرنا، الله يقدرنا، وشكرا لكم، شكرا على هذا اللقاء. شكرا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي.